شو لا يا خير سلخير في ايه تتخنوا ولا لا بص بقى بص يا مروان انت صوتك حلو اه لا كندينا بنت بلد دي قلبك هيدا حبيبي شو خليل حلو كويس تمام فين يا عم شو خليل حلو مينا انت فين يا ابني بدور عليك انا عشر اسئله مش له بخصه في عامل ايه بخصه حنان ازاي انت دخلت لعب ها مفيش نوم النهارده لحد بعد بكره خلي بالك انتك يا ام علي عمر تعالوا تعالوا يلا جابوا لكم يا هلا فين مين ناقص عادل هايدي ورافائيل رافائيل ايه ده انت فين بسال عليك يا عم اقل حاجه انت نايم ولا ايه عامل ايه يلا احنا نعمل كل حاجه هنلعب بقى تعالوا بس خدوا حبيبي عامل كده ليه عايز تنام ليه هاي سلام قوي دلوقتي نسيم حبيبي ثانك يو حبيبي على ايه يا جماعه صوره حلوه عليك ودي حبيبي رفيق نونا ودرج ايدك شمال واو على ايه يعني طب ما بين حاجتك هنا ولا ايه كده شايفين مين اخذوه والله وانا كمان اهو يا جماعه اهو لقب عباس هتبقى هي تاخدها بقى شاهين حبيبي انا وانت الله خلي بيجي تنفعك عباس انيس حبيبي ده شيء بسيط كده ربي يعجبك حبيبي 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 ثانك يو هايدي نفس الحاجه البسيطه اهي خدي هايدي حبيبي على ايه يا حبيبي ما عملناش حاجه خالص ميمو خدي يا حبيبي قمر يمينك حبيبي حاجه بسيطه حبيبي فاضل مين يا جماعه فاضل مين محمد عباس وبلجيكا سافر بلجيكا من غيرنا ايوه الشهير ايوه ايوه فين الحزين عباس اما تيجي باخدها ماشي وبوريها لي بس ترجع من بلجيكا بس ماشي ما بتحرز يا خيي ما بتحرز طب تحرز عاملين ايه تسلم يا حبيبي في حاجه يا عماد بيت البرايم لا ده انا ما بتدي لك دعاء بيت البرايم يا مينا الايه بيت البرايم تسلم يا حبيبي البرايم يجنن الغنيه وكلكم اصواتكم تحفه وكلكم ليكم فانز كتير جدا والناس بتحبكم جدا بره ايوه ومكسرين الدنيا طبعا احنا كنا احلى سيزون بعمل مش عايز اتكلم على اتكلم يا ابني سيب الخوخ اتكلم هياكلوني مين هياكل سيب الخوخ دلوقتي مش خوخ ايه مين بقول لهم احنا احلى سيزون بيقولوا لي لا مين هياكلوني هم مين دول هياكلوا كلهم مع بعض متحدين كلهم متحدين انت اصيل انا اصيل انت برشيني بيقول انت اصيل انت اصيل قول الحقيقه يعني لا احنا بجد بصراحه عشان نكون واضحين بس احنا احلى سيزون طبعا لا وانتوا سيزون حلو جدا برضو يعني مكسر الدنيا طبعا الناس كلها بتحبكم بره وعايز اقول لكم بقى الايه المنشن عندي في تويتر والفيسبوك وانستغرام بالفعل سلم لي على حنان سلم لي على رفايد سلم لي على نسيم سلم لي على دينا هايدي كلكم يعني مش متخيلين عدد الناس اللي بتحبكم قد ايه والله العظيم بجد في قلب ناس كتير انتوا مبسوطين جدا الحمد لله مبسوطين بجد تسلم يا حبيبي تسلم مبسوطين جدا صحيح تاكلوا كتير طيب اهم حاجه الاكل ايه ايه انا كنت باكل كتير جدا السنه اللي فاتت والله متظبط معاك بس مبسوط ان واطلع طب ولا سافر بطلع طب ولا سافر بس الله فلازم تاكلوا كتير اغنيه كتير حلوه اغنيه لعبد الله البيت واو موجودين موجودين هنا يعني عارف انت عارف كل شيء هنغني احنا جايين نغني اصلا وراكم حاجه وراكم حاجه عايزين تناموا او حاجه اه ورانا الصبح بس لا انا لغيته خلاص بجد لا خلاص انا مش جاي الشباب عايزه تريح مارسيلينو احنا بقى لنا اسبوع ما عملناش رياضه اسكت تخنا خلاص تعالى مرسي يعني روح نقوم نمشي ده ونعمل ايه انا مش فاهم انت غنوا سخنانين طب يا ناسي وعدك يا نو يا نو حظنا الاغنيه دي جديده ما غنيتهاش خالص شباب نروح المسرح ونروح الممسرحات وكل حاجه لا كل اللي انت عايزه نعمله حبيبي شو قول لي شو الوضع انا عندي كل حاجه حلوه ناس كتير قوي بتحبكم وناس كتير قوي عاوزه كل واحد منكم يكون احسن واحد
وناس كتير انتوا كده كل واحد ليه ناس بتحبه لشخصه وال طالع حلو الباك جراوند موسيقى مع الحاجه طبعا ناس كتير انا واخد بالي ناس كتير